وصف رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي استهداف بغداد بصواريخ غير موجهة بأنه عمل إجرامي. وأشار خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم إلى أن إرباك القوات الأمنية يؤثر على جهد معركة التحرير والانتصار على داعش الإرهابي. ودعا العبادي الجميع إلى التعاون من أجل كشف الذين يتسببون في إيذاء المواطن، متسائلا عن المستفيدين من دفع الشباب إلى المحرقة. وأكد العبادي أهمية التظاهر السلمي، لكنه أشار إلى وجود مندسين وجماعات تستغل التظاهرات. وشدد العبادي على أن الأولوية الآن هي لتحرير الأراضي العراقية، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة عدم إشغال البلد بالتحارب الداخلي ونسيان الهدف الأهم. لسقوط ضحايا للأعمال المؤسفة يوم السبت الماضي في التظاهرات، وأي خسارة هي خسارة عزيزة علينا، سواء كان من جانب القوات الأمنية أو من جانب المتظاهرين. وأيضا نحذر من أي محاولات للإيقاع بين المواطنين وبين المتظاهرين. هناك للأسف البعض، هناك بعض وسائل الإعلام كانت تحضيرية في ذلك اليوم، لن نسكت عنها. واضح كان هدفها تحريضي، تريد تحرض ناس على القوات الأمنية، كان عندها هدف أن تنقض الدواعش، سواء عن جهل أو علم. يريدون يسوون حالة فوضى حتى ممكن الدواعش ينقضون وتعود السيطرة لهم مرة ثانية. أما كان جهلة بهذه الدرجة من الجهل، أنا أستغرب، أو كان شيء متعمد. وإحنا نأكد أني موقف الحكومة الثابت في مسألة حق التظاهر السلمي، واجب الدولة للقوات الأمنية حماية المتظاهرين السلميين، وأيضا الالتزام بالقانون بتحديد أماكن التظاهر، وأن يكون التظاهر سلمي بمعنى الكلمة. وأشار العبادي إلى أن الذين يطلقون صواريخ غير موجهة على بغداد يشاركون مع الإرهابيين في قتل المواطنين. انتهى الموضوع إلى إطلاق صواريخ على بغداد. بغداد مدينة فيها 8 ملايين إلا ربع المليون مواطن، ترمى عليها صواريخ غير موجهة، ممكن أي واحد منها يقع على حي سكني معين يؤدي إلى عديد كثير من الضحايا. هذا عمل إجرامي. 5 صواريخ في ذلك اليوم تسقط على بغداد بهذا الشكل، هذه جريمة. وأنا أؤكد لكم، هؤلاء الذين يطلقون صواريخ غير موجهة، يعني مرة صاروخ موجه لهدف معين ولو هو خطأ، أي صاروخ على بغداد هو خطأ، أما غير موجه وصار بالماضي صواريخ وقعت على أحياء مدنية وأدت إلى ضحايا هائلة، هذا ما عنده مانع يفجر سيارة مفخخة، ما عنده مانع يحط عبوات ناسفة للمواطنين، ما عنده مانع يشارك مع الإرهابيين في قتل المواطنين، لن يسويها. ولهذا أنا أدعو الجميع إلى التعاون من أجل كشف هؤلاء. هؤلاء ضرر على البلد، هؤلاء يمثلون خيانة وطنية للعراقيين، يقتلون العراقيين بدم بارد. وأدعو كل الكتل السياسية منظمين مظاهرات إلى أن نتعاون من أجل كشف هؤلاء. مو كافي الإدانة، القوات الأمنية تقوم بدورها الآن، بدها تحاسب وبدها تلاحق، ولكن على هؤلاء. أما عندهم سيطرة أو ما عندهم سيطرة، إذا ما عندهم سيطرة خلي يقولون ما عندنا سيطرة يبطلون. ليش يجيشون الجيوش؟ ليش يدعون شبابنا المساكين يروحون يصيرون محرقة؟ محرقة لمصلحة منو؟ مصلحة منو الشباب يصيرون محرقة؟ مصلحة منو يدفعون الشباب للتصادم مع القوات الأمنية؟ أكو شباب كثير منهم يقاتلون على جبهات القتال، شنو الفرق بين هذا الشاب وذاك الشاب؟ شاب يجب أن يكون في موقع يدافع عن الوطن، هم يملكون هذا الشعور الوطني. توجيههم باتجاه خاطئ نحو التصادم هذا غير مقبول.